هذه المناسبة العظيمة، يعني المناسبة الغالية علينا كاع اللي هي 5 جويلية، مناسبة الاستقلال في الشباب. أولا نوجه نداء للشباب، نقول لهم طالوا في البلاد، خدموا البلاد، وعندنا بلاد كبيرة. وكذلك فيما يخص الاستقلال، كان رجال بسبتهم أدينا الاستقلال، هما الشهداء، ترحم الشهداء. ونتمنى الخير والازدهار للبلاد وكل فنانين، خاصة الفنانين، نتمنى لهم رقي، نتمنى لهم المشاركة والمساهمة في تطوير المجتمع والبلاد. والسلام عليكم.